تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية الواد من حجز كميات جد معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بأكثر من 33 ألف قرص وتوقيف شخصين ينحدران من عاصمة الولاية. العملية جاءت بعد ورود معلومات للمصلحة حول تحركات مشبوهة للمعنيان واللذان يعتزمان نقل هذه المواد إلى الولايات الوسطى باستعمال مركبة سياحية. بعد اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه تم توقيف المركبه وحجز الكميات المذكوره والتي كانت مخباه باحكام داخل المركبه بعد استيفاء كافه الاجراءات القانونيه سيتم تقديم المعنيان الى الجهات القضائيه المختصه